ننتقل لمطبخ يوم جديد والشيف علا وكاثي إليك من جديد. يعطيك العافية إبراهيم. أهلا يعني وسهلا. تعال معنا عنا تعزيل اليوم. أنا مطبخ. شايف تعزيل، شايف ثلاجة مفتوحة فاضية، إيش في؟ بدها يعني تستغل وجودها، بدها لي فل الثلاجة ونضب أغراض. والله الزوايا منيح. ماشي بعدين وياك متفاهم. يعطيك العافية إبراهيم. شكرا لك. طبعا كالعادة يعني هذه الفقرة وبهذا الوقت بيكون عندنا نحن اليوم مع الشيف علا نيروخ بمطبخ يوم جديد، بس اليوم عامله تعزيل علا. خلينا نشوف بدها تعزل علا. صباح الجيش انا صباح الورد. يعطيكم العافيه وصباح الوطن الجميل لكم اكيد. وقبل ما نبلش باي شيء بخصوص فقرتنا لليوم، دائما مطبخ يوم جديد قادر على احداث الفرق وتغيير المؤشرات باتجاه اخر بما يناسب جميع الاذواق وجميع طبقات المجتمع. رح نطلع فاصل كتير صغير ونرجع انا وياكم للحديث بشكل مفصل واكثر اتساعا وبشكل دقيق جدا، بشكل علمي وبشكل اكاديمي، عن كثير من الأخطاء اللي بتوقع فيها سيدات المنزل بما يخص هذا الجزء تحديدا في داخل مطابخنا. الطبخ لا يقتصر فقط على صحن أكل أنا أكله، قبل ما أطبخ لازم أعرف كيف أدير بالي على اللقمة عشان يطلع طبقي صحيح وسليم. فاصل كتير صغير ورجعين، خليكم معنا. أحلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة. اهلا وسهلا فيكم من جديد. يعني بتعرفوا نحن صرنا بعنا ايام مثلا حضر يوم الجمعه، مرات بنجيب اغراض بنكون مثلا حاسبين زياده، بنجيب اغراض ما بنتوقعش انها تخرب بسرعه. اليوم الشيف علا راح تساعدنا كمان باعطائنا افكار كيف نحافظ على الخضره والفواكه. يعني الخضره والفواكه بتضلش اكثر من اسبوع، هي يعني اذا كانت جايبها فريش اليوم من مثلا من مكان الخضره او الفواكه او بين قوسين هي الحسبه، او مثلا من اماكن الهايبر ماركت الكبيره بتكون اصلا هي يعني مرات تختلف نفس اليوم مش نفس اليوم وإلى آخره. فشوفوا لنا يروخ اليوم راح تعطينا أفكار كيف ثبتت، راح تعطينا أفكار عشان نحافظ على هذه الخضار والفواكه. إلك علا. تمام، بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. بداية إحنا راح نتعلم سوا ما هي طرق الحفاظ على الخضار، على الفواكه وحتى على الورقيات. كاتي بداية في أخطاء كتير إحنا بنوقع فيها وفي أشياء إحنا أخذناها عن أهلينا لأنه أهلينا أهل البركة وأهل البساطة. هلأ صار في عنا وعي أكتر ومع الثورة التكنولوجية اللي أنا وياكم وأولادنا عم نعيشها صار في عنا وعي أكتر، لابد من التثقيف أكتر بهذا المجال. فإحنا في عنا إشي اسمه خضار، في فواكه، في ورقيات. كورونا كانت يعني أسف للتعبير كانت عبارة عن كف لكل واحد بيني وبينكم وكل واحد فينا كيف تحافظ على نعمة الله وكيف أنت ما تعتاز حدا لحتى ما تنقص عليك لقمتك في البيت. فإحنا هلأ رح نشتغل بكل بساطة وبكل سلاسة قدر المستطاع. حاولت أني أبسط المعلومات اللي رح نسردها الآن، كلها معلومات دقيقة ومدروسة على وعسى أنك أنت تلتزمي فيها، لأنه والله صحتك وصحة أولادك أهم من مال الدنيا. الصحة لا يعادلها شيء في الحياة. صح. فبناء على هذا الشيء بداية كاتي رح أخذ مكانك من فضلك. يلا ورح نبلش. هلأ ما بدناش ننسى نقول لشاب أحمد محمود العبد الله. محمود العبد الله شكرا على هالوردات، زاد مطبخنا تألق اليوم. هلأ أول شيء أنا بحب أنا وإنتي نشتريه في بيوتنا اللي هو البندورة. طيب بداية الطريق، طب خليني أنا أسكر عشان ما تضلش تزمر لما نبلش فيها إن شاء الله بنحكي أكثر. نعم. هلأ بالنسبة للبندورة تحديدا بنروح إحنا بنشتريها. أهم شيء في عالم الخضار وفي عالم المشتريات دائما كوني حريصة جدا على شراء المادة الخام أو المادة الغذائية إنها تكون على جودة عالية. مش أنا أروح أجيبها دبلانة وخربانة وبعدين أحكي والله المعلومات خربت. اللي أنا أخذتها من برنامج يوم جديد أو مطبخ يوم جديد هي معلومات خاطئة. لا، إذا أنا بدي أجيب حبة بندورة ماسكة حالها، حبة طازة صحيحة سليمة مش خربانة، مش أنا أروح أجيبها من هون مضروبة وبعد يومين أصلا رح تخرب عندي. طبعاً. تمام. هلأ بالنسبة للبندورة دائما احرصي على شراء حبة البندورة اللي موجود فيها العنق الخارجي الأخضر. ليش؟ لأنه هذا العنق هو اللي كان حاملها على الشجرة الأم، فلما أنا قطفتها ضليت أنا محافظة على جسم الثمرة بشكل سليم ما تعرض لعوامل الجو. لما بدي أعرف أن البندورة طازة أو لا بروح بجيب القمع الأخضر. إذا كان مكانها أخضر زي ما أنتوا شايفين بهذه الطريقة تمام، يا
بيفتح وبيسكر. إذا درجات حرارة مختلفة تعرض لها البيض. في البيض في بكتيريا تعرف بالسالمونيلا، هذه البكتيريا ممكن تبلش تشتغل شغلها إذا قشرة البيض تعرضت لدرجات حرارة مختلفة. كيف أنا بدي أضبطها؟ أنا عيلتي صغيرة مثلا، كاتي زوجها وابنها مثلا، تمام، أنا ممكن أنا أجيب هذا صفط البيض، حابة أعمل طبق كيك، حابة أعمل حلو، حابة إشي، بشتري بالصفط، ليش أشتري الصغير؟ الحل إنه قد ما أنت بدك تستخدمي تحفظيه على باب التلاجة، والإشي اللي زيادة عن حاجتك ولمدة شهر وما يخرب رح ينحط بالرف السفلي. ليش؟ بضل شهر البيض؟ نعم، بالرف السفلي بدون ما يصير فيه زلال وبدون ما يصير فيه نقط دم وبدون ما يخرب في هذا الرف السفلي، لأنه أعلى نسبة برودة في جميع أنحاء التلاجة هو الرف السفلي اللي فوق الجوارير بالضبط. تمام؟ تمام. إذن أنا بستخدم، خلينا نقول بهالأسبوع 10 أيام رح أستخدم أنا وولادي وعيلتي ما يقارب خلينا نقول 6-7 بيضات، بروح بحطه بهذه الطريقة على المكان المخصص له، أو يا كاتي بحطه بهذه العلب. هلأ هذه العلب من كارفور، أنا ما بهمني البراند بقدر ما بهمني النتيجة النهائية، يعني أنا بهمني إشي أحط فيه البيض. أروح أجيب هذا الإشي اللي أنا جبته من السوق، الصفط اللي فيه البيض نفسه، وأحطه بالتلاجة؟ لا لا، هاي العلب مخصصة وفيها مكان للتهوية لحتى تعادل درجة البرودة للبيض عشان البيض ما يتسكر وينخنق زي هيك. تمام؟ تمام. إذن رح نجيب البيض كاتي وأحط على قد عيلتي في الباب، بدي أحافظ عليه بشكل عام، ما تحطي على باب التلاجة نهائيا في الرف السفلي من التلاجة، لأنه أعلى درجة برودة في داخل جسم التلاجة هو الرف اللي مساوي لسطح الأدراج. يعني أنا بدي أروح تخليني هلا بروح أجيب مثل هدول، قلنا بدنا نعزل بنروح نشتري تبعون البيض هلا. بس تمام. لابد كاتي من التنويه بأنه يعني الخير عنا كلياتنا، أنا ما بيهمني شو نوع التلاجة اللي عندك، وأنا شخصياً ما بقتنع في هذا النوع من التلاجات، بقتنع في العمود اللي موجودة في كل البيوت اللي هو العادي، مش مهم إيش عندي، هذا كلها مناظر، كلياتنا إحنا على القبضة بنجيب بضاعة، ما حدا منا تلاجته مليانة 24 ساعة، كلياتنا بنشتري على قد حاجتنا، مش عيب. في دول الغرب بالتفاحة بيشتروا من السوق، أنا بشتري بالحبة. نعم مش عيب. أنا بشتري بالحبة لأنه العيال الصغيرة ما بنفع تجيبي وتكبكبي، بس حرام أكب طبعاً. والله يا جماعة حافظوا على هالنعمة أو ديروا بالكم أوكي. عليها عشان الله يطرح البركة إن شاء الله. طيب. تمام، هاي البيض يا كاتي، ورح نروح أنا بما أني أنا عارفة بأنه البيض قد يتعرض لتغيير بدرجات الحرارة ورح أغير من الرطوبة تاعته ورح أخسره، إذا أنا بدير بالي على قرشي وبحط البيض في الرف السفلي من التلاجة. في نفسهم أكبر بحجم الصفات لا تجيبيه لأنه رح ياخد منك سبيس، صح هدول ياخد مساحة، صح. فأنا بجيب هذا الشكل الطولي وبحطهم بشكل مرتب ونظيف، وإيش ما أجا إشي خبط عليهم ما بيروح، ما رح أخسر إشي. خلينا نصبح على جمهورنا كاتي يعني. معاكي خلينا نصبح على أبو رويدة بحكي لنا صباح الخير، قيصر المقابلة صباح الخير، مراد أبو معتز بحكي أنا بشتري بالبوكسة وأنا ومرتي بالبيت فقط، أكيد زوجتك مثلا بتقطع بتحط بالفريزر يعني يس. مستحيل بصير. الكمية الكبيرة أو أكي بقى حتى أكي لبوكس وين تنين. أم ثامر المجالي صباح الفل، سميرة المناصير، عايدة بتصبح عليك بتحكي لك صباح البرنسيسة حبايبي القلب، ويزن صباح الفل، وأم نزار الهباهبة صباح الفل بتصبح علينا من العقبة، وردينا الشويش من كاليفورنيا بتصبح علينا بتحكي لنا صباح الخير، مال ملك، أم محمد العدوان صباح الفل ستي يسعد قلبك شكرا، أم أنس العودات صباح الفل حبيبة قلبي شكرا جزيلا، ختام وأيضا ختام بجاوي بتصبح علينا بتحكي لنا صباح الخير، فيحاء صلاح الدين، وأيضا ديالة ثلاجتكم فاضية، ما هي ثلاجتنا برا، الخير إنه عندكم إن شاء الله. عايشة بتحكي يسعد صباحكم أفكارك حلوة وبسيطة شفعوا لنا يروح، أيضا انشرح الحباشنا صباح الفل، وأم زيد صباح الفل، أم وجيه برضو بتصبح علينا، صوفيا الزواهري من عرجان عجلون صباح الفل، وما يستحي صباح العسل أحلى شيف حبايب القلب. تمام،
هلا طريقه لحفظ النعناع لاطول مده ممكنه، وهي الطريقه الاسلم. دائما المواد اللي لونها اخضر او الورقيات فيها نسبه عاليه من الحديد لابد من المحافظه عليها. بتجيب النعناع اول يوم اخر النهار بتصير صفراء او بتنقل. الحل أول إشي بتشيليه عن العروق تاعته مع العرق اللي حامل الورقة لحتى يحافظ على المادة الخضراء في داخل ورقة النعنع. تمام؟ هيها إذا أنا أطفت النعنع ما خليت الورق لحاله، حطيت بنت 7 سنين لو علمتيها بتساعدك، يعني علمي أولادك مش غلط. فأنا خليت العرق الأخضر محافظ على الورقة، يا ريت شباب زوم من فضلكم. تمام؟ وما شلت الورق اللي هو لحاله. بعدين جبت اللي هي علبة تبروير شفاف، شو مكان نوعه مش مهم، عند محلات أبو النصفي وعند أي محل مواد منزلية فيه، وكل إشي موجود ومتوفر عند الجميع. بحط بالأسفل اللي هو ورقة فاين تاع المطبخ، وبعدين بحط النعنع. طب هل بغسله يا كاتي؟ لا. لماذا؟ عشان ما يرطب ويخرب بسرعة. نعم، بصير في رطوبة وبيسود وبتقضي الحمد لله بهذه الطريقة بتقضي على المادة الخضراء، وهذا خطأ فادح. بهذه الطريقة لا بخرب يوم يومين بالكتير. طب علا أنا عشان شوفي أنا عشان ما ياخدش وسع بحطش بالتبروارات، بحط بكياس نايلون بصير؟ بصير بس لازم يكون نعم بصير مثل فاكيوم ومسحوب من الهواء. هلا رح نحكي عنها. إذا بهذه الطريقة لمدة أسبوعين النعنع. هاي كمان النعنع طلعنا منه. يا طب وين بدنا نحطه بالثلاجة؟ هون بالرف الأوسط. خفت نزلت إيدي بسرعة. يلا في معنا اتصال، سلسبيل من عمان. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير سلسبيل. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ شو رأيك اليوم بالملاحظات اللي بتعطينا إياها الشيف علا نيروح حتى نحافظ؟ بتجنن حبيبة قلبي. هاي الشيف علا معك. يلا علا. ألو صباح الخير. صباح النور شيف علا. أهلا بسلسبيل القمر. اي والله شيف علا احنا مفتخرين بطبخك. حبيبة قلبي الله يسعدك، أهلا وسهلا فيكي. شوف علاء أختي بدها تحكي معي. يلا يا أمر نتشرف. صباح الخير شوف علاء. هلا يا روحي صباح الورد، أهلا وسهلا. اسمي وديك على الطبخات بتجنن. حبيبة قلبي الله يسعدك، إن شاء الله تكونوا مبسوطين فيهم. والله إشي بتجنن مني. حبيبة قلبي أهلا وسهلا. هلا يا أمر. طيب هلا بالنسبة للمكسرات، شو ما كان عندك مكسرات بالبيت يفضل حفظها بمرتبان زجاجي محكم الإغلاق داخل الثلاجة وليس في داخل خزانة المطبخ لأنها بتزيت. فيفضل حفظها بداخل مرتبان زجاجي محكم الإغلاق. جبت لكم واحد متكتك عشان هيك استفز الستات يزبطوا ثلاجاتهم. إذن انا اي مرتبان عندي تبعون الضغط تبعون المخللات هذول الهيك بصير هو بالثلاجه. الثلاجه بتعادل درجه البروده في داخل المكسرات وشهر بضل فريش. تعالي ما تعمليهم هيك، في عندنا بزر ابيض هون انا خليته بالكيس. هيو معي. ايوه هذا والله ما اخذته. تمام. روحي جيبي الكيس وحطيه بالثلاجه ببرد، يبطل طعمه زاكي بالمرة، ما بيزيت بس ببرد. إذن الطريقة المثلى هي حفظه في داخل وعاء زجاجي. أقول لك مرتبان صلصة البندورة فضيه واغسليه بليفي بمي وهايبكس. تمام، بمي وهايبكس اجليه وبعدين خليه يتهوى وتضربه الشمس يتعقم واحفظ فيه. بصير يعني ما تتكلفي وتشتري. تمام. هاي طب وين بحطه في داخل الثلاجة؟ هيك ما تخلوه، هذا شيلوه خطأ، هيك ببرد وببطل فيه له طعم. إذا يجب حفظه بداخل مرتبان زجاجي، ومكان حفظه هو وجوده على باب الثلاجة. أخيرا استغلنا بدل البيض مش على الرفوف، ديري بالك. تمام. بالضبط أسرع. يلا منار من إربد. ألو صباح الخير منار. وعلى السرعة تطلعتي كاتيا حبيبة قلبي. هلا بيكي، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كيفك شايفة علا؟ أهلا وسهلا. بتعزل الثلاجة اليوم. صباح الورد. أعطيك العافية، شكرا على الإفطار الرائعة هاي. حبيبة قلبي أهلا وسهلا. يعني أنا بستخدم البندورة أول مرة بظهر علي هاي الطريقة، يعني النعنع بعملها بقطرميز بحطه بالثلاجة، والبقدون بأفرمه بكي وبحطه بقطرميز وبالثلاجة. بحطهم بالقطرميز بدون ثلاجة، بس إيش هو بنحط؟ إيش هو؟
بحط البقدونس بفرمه بحطه بقطره من الثلاجه بقعد. هلا راح نحكي عنها. اه تحطه بقطر. اوكي حاضرين. شكرا يلا. على الافكار الحلوه. فوق. بالنسبة للمايونيز، الكاتشب، شو مكانة الأنواع؟ أي شيء في مواد حافظة يحفظ على باب الثلاجة لاحتوائه على مواد حافظة ستعادل في درجة حرارة المادة الغذائية، وأقل مكان في الثلاجة، أقل مكان في برودة كاتي هو باب الثلاجة. لازم أخذ لك صورة اليوم. تمام. إذا أقل مكان بالثلاجة البرودة دائما عنده يعني بتطلع وبتنزل هو هذا المكان، بنحفظ فيه اللي هي أناني العصير، أناني مي. السوائل ممكن. تمام. إذا كاتشب ومايونيز برضو على أبواب الثلاجة تحفظ في الجهتين، أي اللي هي مثلا شرايط الكاتشب اللي بنجيبها من المطعم برضو تحفظ في هاي المناطق. وبنروح بعدين الزبدة مثلا بنحطها بالرف اللي هو يا ستي العزيزة في هذا المكان درجة حرارة معتدلة أو على باب الثلاجة بصير. تمام. خوفتيني لانه هي الزبده حطيناها في داخل طيب. الثلاجه كمان الجبنه المربعات او المثلثات باب الثلاجه او الرف الاول. اوكي نعم. هلا انا رحت جبت سنيوره وحط لي اياها في هاي العلبه، اخليها ولا لا؟ لا لانها بتخرب. بقدر اخليها لانها مضغوطه، شايفه فيش هواء يفوت فيها، مده صلاحيتها يومين لثلاثه فقط. اذا انا بشتري على قد عيلتي، ما بروح بجيب وبعبي بس بها الثلاجة وبعدين بكب. إذن راح أحطها بالرف العلوي. لا لأنها الغطاي مسكرة، إذا الغطاي خربت شيل العلبة كلها إتلاف. وبعدين بيسألونا بالجلر إنه هل لازم أغطيها بنايلون؟ طالما العلبة سليمة محتفظة في داخل اللي هي الهواء ما في مشكلة. وأنا بسألك سؤال، هلا مرات لما تجيبيها مثلا بعض أنواع التركي بعض أنواع السنيورة نعم. بتفتحيها بيكون في المواد الحافظة موجودة بالباكيت صحيح الفاكيوم. اه نعم. هلا تنشال تنحط بتبروير تحتيها نعم. ورق مطبخ ولا لا؟ نعم. الفاكيوم هو عبارة عن اللي هي زي هواء مضغوط على المادة الغذائية، أول ما فتحتها تعرضت لعوامل الجو، أخليها مفتوحة ما إلها عمر، يوم والتاني رح يطلع لها ريحة ورح يصير عليها نقط، بحطها في تبروير محكم الإغلاق أو بصحن وعليه النايلون. اوكي تمام نعم. طيب بعد قبل الفاصل رح نحكي بس عن الجزئية هاي بشكل سريع. كاتك هلأ أنا عندي بيبي بالبيت
وبهرس له أكل، بسوي له وجبات غذائية في البيت، أكلات صحية. وبعد ما هرسته رحت أنا زي الست بيت المعدلة، حطيته بصحن الشفاف وغطيت عليه بصحن القهوة. كارثة كارثة، صحة ابنك أمانة في رقبتك. بتروحي بعد ما تهرسيه يا ستي العزيزة بتجيبي تبروير محكم الإغلاق. أي تبروير أستخدم؟ الأكبر شوي طبعا. هذا على قد وجبة ابني، لأنه المعلقة رح تفوت تمه وتطلع، ترجع تفوت تمه وتطلع. إذا لعاب الطفل صار على المعلقة، المعلقة لامست المادة الغذائية، إذا الأكل رح يحمض. ممكن تخليها بهذا الحجم، ممكن هاي على يومين بنفس اليوم يأكلها، أما تاني يوم بيحمض الوجبة بتحمض. إذا أنا رح أفضي الأكل المهروس لابني على حسب قديش ابني بيأكل، وأحط بتبروير شفاف. لا أنصح باستخدام التبرويرات الغامقة المغلقة، لأنه اللي عندها أطفال بدهم يكعكشوا بكل إشي جوا التلاجة، وهذا بيفتح وهذا بيسكر وفلتت العلبة، وممكن يخليه هيك ويرميها ويخرب. أو الزلمة مشاغبين الزلام مثلا. فأنا لا ما بنصح استخدام اللي هي التبرويرات الغامقة، لأنه الفضول هيك فرح يخرب المادة اللي جوا، افتح سكر. طيب. فيفضل هيك اللي بدي إياه بسحبه. طيب خلينا نطلع لفاصل منات علا، وبعد الفاصل رح نكمل تعزيل الثلاجة مع الشيف علا نيرو. خليكم معنا. من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة. أهلا وسهلا فيكم من جديد، ورجعنا لكم مع مطبخ يوم جديد مع الشيف علا نيروخ. الشيف علا نيروخ عم بتشغلني معها عشان أتعلم سريع أصير أنتج وأنجز بموضوع الخضرة. طيب الشيف علا نيروخ، للأمانة الترتيب له دور كتير كبير. نعم احكي يلا. طيب ستي، هلأ بالنسبة للخيار ولا أي نوع من أنواع الورقيات والخضار تفوت تلاجة مغسولة أبداً. لما بدك تشتغلي بتعقمي بمي وملح، بتحطي الخيارات هيك بتجمعيهم مجموعة وبتلفيهم بالنايلون. رح تقولي لي ما هو يتكلف علي، ما هو أحسن ما أكبها وأخسرها. أنت هيك بتخسري بالعكس هيك لا. نعم، وبعدين على فضاوتك على التسهيل في آخر النهار على سهرتك لفيهم بهذه الطريقة، مجموعة من الخيار بالنايلون الشفاف أطول عمراً من أسبوعين، يعني تقريباً أسبوعين 14 ل15 يوم بالتمام والكمال بضل عندك. إحنا بنحكيها بالعامية اللي هو بصوبن، تمام؟ فأنا عاملة هاي اللي هي مجموعات، تمام؟ هيك بينتي شغلي يا الله. شايفين؟ بيضل لمدة أطول. حتى بالنسبة للخس بنظف الجزء اللي هو الخارجي مع الاحتفاظ ب اللي هي القمعة التحت السفلة، بالإضافة هاي شوفي كمان عندك مثلا اللي هو البروكولي، والجزء اللي هون اوعك تشيليه، خليه زي ما هو، بتشيليه عند الشغل وعند الطبخ أقل مساحة، وبتوفري أكثر في موضوع الرفوف داخل الثلاجة. الملفوفة، حبة البتنجان، كله أسبوعين أسبوعين وأكثر، وهلأ بالبرودة هاي اللي إحنا بضاين أسبوعين وثلاثة. وشوفي كيف أنا حفظتهم، لو حطيتهم بنفس الكيس قديش راح عندي وقت. تمام، حط الخضار لحال والفواكه لحال، ما تجمعيهم مع بعض. هلأ أنا هون عندي الخضار صارت جاهزة، تحفظ بالرف الأوسط أو الرف السفلي. أعلى درجة برودة في الثلاجة حكينا الرف السفلي، هي اللي أنا بحط فيها اللحمة، الدجاج، السمك، بقايا الطعام. أوكي. بداخل تبرويرات محكمة الإغلاق. تمام. بصير الرف الوسط لأنه إحنا أكيد بزيد طبخاتنا. أنا فبدنا... كاتي هذه مجرد مناظر، لا تغرك المناظر. ما عندك هاي الصحون ما تحط فيها إلا في ناحية واحدة مثلا. أنا هذا غلفته، هل بقدر أحطه بهذا الشكل؟ نعم، بهذا الشكل بتحطيه في داخل الجرار. درجة حرارة الجرار مناسبة للخضار والفواكه بهذا الشكل. إذا أنا بقدر أحفظ الخضار تاعتي
وهي ملفوفة بالنايلون بدون ما أستخدم هذا الصحن مثلاً، وبحط الخضار لحال والفواكه لحال. بس هو بيساعد بالترتيب، بيعطي مساحة للثلاجة أكثر. عرفتي؟ شايفة؟ بس زي ما هو بنايلون بدون ولا كياس ولا شيء، وأنا وفرت هاي المساحة. هاي الصحون فيها ثقوب بتساعد في دخول الهواء على نفس المادة الغذائية الموجودة بالداخل، فواكه أو خضار. طب مثلا يلا نشوف الفواكه. بصير يا كاتي أحط الدراء مع التفاح؟ لا لا، كل واحد لحال. ليش؟ عشان في الغازات اللي عم تفرزها بتأثر. نعم. بتستوي الثاني على الأولاني. نعم كلام سليم وعلمي وصحيح 100%. لازم تبعديهم عن بعض. أولا بتتهوى الخضار والفواكه، بتأخذ الهواء اللي بدها إياه داخل الثلاجة. ثانيا قشرة المادة الغذائية تفرز غازات، هاي الغازات قد تؤثر على اللي هي القيمة الغذائية وسلامة الثمرة الموجودة. فكل صنف لحاله. ولكن لما أنا يكون عندي حبة مانجا أو أفوكادو مثل الحجر مثل الصخر مش مستوية، أو حبة القشطة، إيش بسوي؟ بحط اللي هي حبة الأفوكادو في داخل الكيس، في داخل الكيس، وبحط معاها تفاحة لونها أصفر. طالعوا لي يا جماعة. تمام؟ إذن بجيب الحبة اللي هي الأفوكادو عندي كتير يابسة مثل الحجر مش مستوية، عشان تستوي تفاح أصفر تحديداً مش أحمر ومش أخضر زي هيك، وبسكر الكيس من يوم محكم الإغلاق 3 أيام وبستوي. تمام. برا الثلاجة أو جوا الثلاجة ما بفرق. هاي كمان خطوة. إذن الفواكه كمان رح أدير بالي، هدول 3 جلطات بنص دينار 70 قرش، ممكن استخدامهم لأنهم فيهم ثقوب راح تحافظ على جودة المادة الغذائية. ممكن تستخدميهم، وكلهم أنا جبتهم من كارفور أو أي محل أدوات منزلية موجود. إذا أنا بروح بجيب حبة الموز زي هيك وبحافظ عليها بشكل حلو، ثلاجتي مرتبة وفخمة. كان الله يرحم جداتنا كاتي كانوا يقولوا بدك تعرف الست نظيفة أو لا افتحي ثلاجتها. الثلاجة هي صورة كل ست، ديري بالك على ثلاجتك وحافظي دائما على نظافتها. ما بدي أحطها بصحن، بحطها بالجرار مغلفة وحافظت عليها ودرت بالي على النعمة الطيبة وما خسرت. سؤال. نعم. هلأ إحنا يعني كنت أشوف زمانات. نعم. كانوا يحطوا الخيار بكيس البني. نعم. شو وضعه هلا مع الكيس البني؟ بحافظ على جودة المادة الغذائية اللي بتحكي عنه كاتي، اللي هو هذا وكل 100 كيس بدينارين مثلا. خلينا ناخذ هاي علب الحليب وعلب الكريمة السائلة، تحفظ في باب الثلاجة ايضا. اسكر تبع المو. نعم. الزهرة مبدئيا عشان الزهرة نطلع. يا ستي العزيزة رح نشيل بس الخضار بس هذا. تمام. ورح احافظ على القمع اللي حامل الثمرة، يعني بنشيل الاوراق بس بنخلي الساق. ايوه. طب نجلتني، تفضلي جلتني. حاضر. بدي اجلتن ما بقدر. يلا جلتني. أوكي. هلأ هذا الأفوكادو ممكن تحطه بالثلاجة وخلص. الرز اللي زاد بواقي الطبخة بالرف الأسفل. علبة البندورة التشيري، علبة الفطر الأبيض، لو حطيتيها على باب الثلاجة بصير، ويفضل أطول عمراً وضعها بالرف الأوسط مع باقي الخضار لحتى أحافظ على جودة المادة الغذائية. سؤال ثاني. نعم. معجون الطماطم إحنا بنستخدمه وزاد، أنا ما سمعت العلبة هاي بتزيد عندي. إذا كنت بتجيب العلبة الكيترينج الكبيرة مثلاً، معجون طماطم، هاي علبة صغيرة ما إلها مكان بالثلاجة، بحط على وجهها زيت زيتون، علبة الشطة، وبسكرها كتير منيح وبحطها بحطها بالخزانة. إذا أنا جايبة مرتبان معجون الطماطم اللي كتير كبير، حافظي على استخدام معلقة معدنية ونشفيها كتير كتير منيح. إذا نزل فيها نقطة مي وحطتها بالمرتبان كله بيروح اتلف. طيب. ديري بالك. تمام؟ أوكي. هلأ يا ستي العزيزة أنا كنت مقطعة شمام وطلع الريحة موتتنا بالبيت، شو بنعمل؟ بنجيب حبة ليمون فاضية عصرناها باللب اللي جواها وبعبيها ملح. طيب. هاي بجيب العلب الحبة كاملة بعبيها ملح من فضلك. تمام هيك. وبروح بحطها في باب الثلاجة، ليمون أو بردقان حمضيات. أصلاً هيك حاطين بالثلاجة النص الليمون. الليمون بطرد البكتيريا.
قشرة الليمون الملح بطرد البكتيريا، قشرة الليمون فيها زيوت عطرية، مع الملح رح يفرزها لبرا ورح يصير ريحة التلاجة عندي ليمون في داخلها ملح. وين أحطها؟ أحط تحتها صحن نايلون؟ ولا شيء، على باب التلاجة، أي شيء بدك تحطي حطي، بس بحطها على باب التلاجة ليلة كاملة لا يقل عن 12 ل 13 ساعة، ثاني يوم الصبح بتشيليها. طيب بالنسبة للبقدونس كاتي، أيوة تمام، هلا ما تغسليها زي هيك. طيب وبروح بجيب تبروير مثلا، تغسليها بمي وملح وبتعقميها اثناء الشغل، ما مش قبل بوقت، بدك بدك فاين، بدنا فاين أيوة جنب الخل تبع كارفور. رح نروح نجيب فاين مطبخ تمام، ونحطه بالقاع، بناخذ شوي من البقدونس قبله. عندي إشي اسمه معلقه وعندي إشي اسمه شوكه. المعلقه والشوكه هي عباره عن المعدن. طيب ماشي، المعلقه فيها معدن نسبه اعلى لانه الشوكه مفرغه. تمام، الشوكه مفرغه، اذا انا بحتاج المعلقه، هحتاج معلقه ما رح احتاج شوكه لانه هون مفرغ، كميه المعدن في المعلقه اكثر. بجيب التبروير وبحط الفاينه وبحط في قاعه هاي المعلقه، اعطينا معلقه صغيره تفضلي، من هاي كبيره؟ لا لا التبروير صغير. هلا اوكي، هاي ليش المعلقه معدن، رح تسحب الرطوبه والمي الموجوده في البقدونس. حلو، وبيضل معاكي اسبوعين لثلاث اسابيع، وبحط البقدونس وفوقه كمان ورقه مطبخ فاين وبسكر عليه وانسيه اسبوعين ثلاثه. وصحه وهنا، مبروك عليكي حفاظك على هالنعمه. الله انك رهيبه. كمان طريقه، وين احطها؟ استني، وين نحطها بالثلاجه؟ اي رف؟ بالرف الاوسط او بالرف الاول اللي هو العلوي مستعد. اوكي نعم تمام تمام. ممكن بعدين بنروح بنجيب اللي هو قطعه طويله من الفاين تمام. وبجيب جزء من هالبقدونس وبحط وبلف رول زي هيك بدون معلقه تمام. وين بحطها؟ بجيب ورق اللي هو هذا الورق البني. هيك بعمل، بحط بنايلون مش بني، وبحطها تمام، وبحاول اسحب منها الهواء، بصير مثل الفاكيوم هيك وهيك. وبطل في عندي كيس ورق مشرشر بالخزانه وعبى الدنيا وصبغ لي اياها زي هيك، ممكن اوقفها اقلام في باب الثلاجه. طب بصير نحط مثلا نعنع بقدونس ولا كل واحد لحال؟ كل واحد لحال نعم. أوكي. ممكن احطها في باب الثلاجه زي هيك اكياس ورا بعض، كل ما بدك بتسحبي تضم الادك اياها، بعدين تكتب عليها مثلا بقدونس. نعم بره. بصير بكل بساطه بتكتبي زي هون على لزقه وبتحطيها او بتحفظيها بالرف اللي هون. بالنسبه للادويه تحفظ دائما في اللي هو الرف الاول او في باب الثلاجه وليس بالرف المغلق زي الثلاجه الماضيه زي هذيك. بالنسبه للديفروست بشيل من الفريزر، احنا عكس الدنيا، الفريزه تاعتنا تحت، بنشيل من الفريزه وبنحطه بهذا الرف اللي بيكون العلوي، ما بفكه بحراره الغرفه ابدا، غلط. طيب كمان سؤال علا، قولي، في تعرفي بعض الخضره تيجي انواعها انها مثلا مغسوله ومعقه ومحطوطه باكياس؟ نعم. تفتحيها بصير بالكيس مي، طب انت جايبته عشان ما تتعبيش حالك وتغسلي، وهاي شو بدي اعمل؟ بتبرور برضه نفس الشيء. نعم. احط الفاينه. نعم. ونحطه. انا كل شهر بنظف ثلاجتي بالشهر مره على الأبضة، لما بروح بتمول من المي، نظفتها وليفتها، طب كيف بدي اعقمها؟ طيب بجيب مي وعصير ليمون، حلو، وخل ابيض او احمر ما بيفرق، خليك من كارفور. نعم. طيب اساعدك؟ لا، هاي خل، لتر ماء، ربع كوب من الخل الابيض او نص كوب، ربع كوب من عصير الليمون، ومعلقتين كبار، كمشتين كبار من الملح، وبحركهم، والبخاخ تبع الايزي او بخاخ من محل الديسبوزابل نص دينار حقه، بتعبيها زي هيك. تمام، وبتروحي بتبخي بكل الثلاجه، بتبخي ببخاخ الايزي وبتخليها مفتوحه زي هيك، بتستنى عليكي ولا تنشفيها، كل الثلاجة رح تمتص وتتعقم وأطرد كل الجراثيم، خصوصا إذا كان في عالق ريحة سمك. صح، إذا في بخاخ الإيزي. هاي أول شغلة. تاني شغلة، يعني هاي للبنات اللي متكتكة، بجيب فوطة مطبخ بيضة تمام، وبحط عليها مي دافية تحديدا، وبنزل على العطار وبقول له سلم عليك علا، أعطيني مستخلص الفانيلا، عنده مستخلص مركز تمام، بس هيك برطبها إشي بسيط، رطبتها نفسه بنحطه على الكيك المستخلص يا علا؟ لا أتقل شوي. طيب
مستخلص فانيلا بنزله على المي تمام، كل تعزيله، وبعدين بروح بطويها على بعض بعد ما اكون رنختها بمستخلص الفانيلا والماء الفاتر وفي باب التلاجة من الاعلى. هاي شو بتسوي طول الشهر؟ ريحه ثلاجتك فانيلا. اه والله شيء للبنات المتكتكة، إذا لكم مصلحة بدي أتكتك أنا بدي أنظفها وأجيب. طيب إيش كمان ضل ما حكينا؟ ضل ما حكينا عن إيش؟ طب اسمعي البهارات في ناس بحطوها بالثلاجة، هلا أنا من الأشخاص لا، بجيبها بفرغها بمطربات تبعون رب البندورة القزاز وبحطها وين؟ بخزانة عندنا البهارات. هلا أنا أحسن أحطها بالبهارات ولا أحطها بالثلاجة؟ إذا كانت كميتها صغيرة لو ضلت معلش إنك أنت بتستخدميها، بس أنت تجيبيها أصلاً هي من عنده مطحونة وأبصر إلها قديش بالجرار، يعني فكري فيها، وبعدين أنت جبتيها حطيتيها بتلاجتك هي ما بتزيت بس تفقد طعمها. أوكي. لذلك أنا بقول مش غلط بربع دينار بنص دينار اشتري على قد عيلتك، وأنا والله حتى في مطبخ يوم جديد وإحنا كل يوم كل يوم كل يوم أنا بشتري أول بأول وبسجل كل ما ينقص بروح بشتري عشان أضل أشتري فريش. صار يا ستي وأجاك كيلو هيل مطحون من السعودية على كيف كيفك، الحل في مرتبان مغلق في الفريزر وليس بالثلاجة. طبعا سيرة الصنوبر اللي احنا صرنا يعني على سيرة سوري الهيل، بس احنا على الصنوبر صرنا نشتري لانه كارثة سعر اللوز. وين نحتفظ فيه؟ انا بحطه مثلا اللوز بحطه بالفريزر بجرار الثلاجة ما او بالفريزر؟ لا اوكي بجرار الثلاجة او بالفريزر. اذا كانت الكمية كبيرة يفضل بالفريزر، اذا كانت الكمية معتدلة وفي عندك سحب عليها ممكن تحطيها بالجرار لانها بتزيت او بترطب. ليش انا بحطها بالفريزر؟ لانه بالثلاجة ممكن ترطب اذا ضلت عندك مدة طويلة، فيفضل حفظها بالفريزر. كمان شغلة اللبن اللي مدحبرة، لأن احنا جايين على فصل الشتاء والكل بدحبر اللبن وبضب، في ناس بحطها بالثلاجة وفي ناس ما بحطها بالثلاجة. اللي بحطها بالثلاجة كيف نحفظها؟ بمطربانات قزاز ولا بلاستيك ولا بزيت؟ عليها زيت. عليها زيت، عليها زيت ما بتأثر، لو حفظتيها بالخارج ما عليها شيء لأنه في زيت وإحنا داخلين هلأ على شتاء، إذا هي آمنة. ولكن إذا حسيت إنه الزيت نقص عليها ارجعي زودي عليها. إذا صاروا بدك تحطيها بالتلاجة حطيها على باب التلاجة في مرتبان زجاجي وليس بلاستيك. دائما الأوعية الزجاجية أكثر أمانا على المادة الغذائية وحتى صحيا، لذلك روحي على أكبر هايبر ماركت حول العالم، أجود أنواع المواد الغذائية تحفظ في علب زجاجية حتى الخل وليس في بلاستيك، لأنه صحيا حسب اللي هي سلامة الغذاء والدواء والفود سيفتي يفضل حفظها بالأوعية الزجاجية. هاي الأوعية زي ما حكيت لك ممكن إنها توفر عليك مساحة وكتير أرتب وبتسحب منها. إذا صار وإنت حطيتي هاي الفواكه بهذا الشكل خطأ فادح، لازم أجيب النايلون. شايفة أنا أخطأت أمامك عشان إيش يصير؟ تتعلمي من خطأي. نسكرها بالنايلون يا كاتي. إذن أنا بحميها من الأعلى من درجة برودة الثلاجة، ومن حواليها كلها أنا حافظت عليها لأنه عندي الوعاء حكيت فيه ثقوب تسمح بدخول الهواء في داخل الثلاجة للمادة الغذائية أو الثمرة. إيش يعني كمان يتسكر من هون بالنايلون؟ لا هو فكرت. هون في ثقوب بس هاي بس من الأعلى. أوكي. تمام، لما بده ابني زوجي بنتي يفتح أنا بشيل النايلون. الستكاتي جاعت تفتح حبة تفاح وبترد بتسكر النايلون وبترجعه على العلبة. تمام. وهيك صار عندي أحلى فواكه وأحلى خضار أي ضيف بيجي عندي والجود من الموجود. تمام. يعني بدنا نشكرك أستاذة علا، معلش برمنا كثير تحملونا المعلومات والله استفدنا. اسمع للأمانة اليوم استفدنا كثير بهذا الموضوع، لأنه نحن جايين على وقت يعني تفي مع الشتاء راح يصير يتعجز ينزل يتكاسل ينزل. نعم. وإن شاء الله يا رب ما بنيجي لفترة حظر، بس ممكن موحد ما بعرف شو بصير لقدام. ممكن يساعدنا بنحافظ على أكلنا اللي ضلوا فترة طويلة، حتى الست اللي بتشتغل أو الست اللي بالبيت مش كل يوم رح تقدر تنزل تجيب خضرة، مرة بالأسبوع كلنا بنروح بنجيب أو مرة بالأسبوع. هلأ بس كاتي قبل ما نختم لازم التنويه، صار في عندك ريحة كتير قوية ما عجبتك، نزلت مية السمك، زنخة الجاج، دم اللحمة وزنخلي التلاجة، ما في داعي إنك تروحي أنت تغلبي حالك وتروحي تنفليها. جيبي وعاء شفاف وعبي فيه ماء فاتر وخل وملح، والخل تحديدا أبيض مش إشي تاني، بتحطيه على رف التلاجة ليلة كاملة، بتقومي تاني يوم بتلاقي ما إلها ريحة. إذا بعض الاجتهادات من السيدات كفيلة بالحفاظ على المواد الغذائية. أتمنى أن نكون ما أزعجناكم لأنه كل هاليوم سرد معلومات. احفظي اللايف عندك بترجعي له بأي وقت عبر البلاي ليست على اليوتيوب لمطبخ يوم جديد، وإن شاء الله الخير جاي بأفكار تانية وقصص كتير. بتركم بحفظ الله ورعايته. يعني وبهيك بيكون
خلصوا فقرات حلقتنا لليوم من يوم جديد. كان عندنا ضيوف مميزين كالعادة وأفكار ومواضيع جديدة، وختمناها مع الشيف علا نيروخ مع هذه الأفكار اللي بتحافظ على أكلنا، على أيضا مش حتى نحافظ عليه حتى يضل فترة طويلة، نحافظ عليه حتى نأكله ما يصير معنا أي مضاعفات لا سمح الله. يعني بتمنى لكم بقية نهار ممتع، إلى اللقاء. أحلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة.